وامشي في طريقك، ده انت بنت بلدنا مصر، مصر دايما بتناديكي بمشروعات ولا ليها حصر. انت قوة تملى دنيا، فانت بالنسبة لنا فخر. احيا مصر في كل حتة وكل ناحية انت فيها، بلدي بكرة تقوى بيكي، ده انت هبة مصرية. احيا مصر في كل حتة وكل ناحية انت فيها، بلدي بكرة تقوى بيكي، ده انت هبة مصرية. وكان يا مكان ايام اهالينا زمان، ان احترام المرأة كان إلزام، وزي ما عليها واجبات هي ليها حقوق كمان، وان الست هي جدة، هي ام، هي اخت، هي ابنة، ما ينفعش انها تتهان، وان الرجل التمام ما يعلاش صوته على ست في اي مكان. الرجل الصح ما يسيبش ست في زحمة ولا طوابير، الرجل هو اللي يقوم ويدي مكانه لاي ست. ده زمان اللي عاوزينه يرجع، الشهامة والمروءة واحترام الست من الأخلاق النبيلة. كان الراجل حريص على دعم الست ومعاملتها بلطف، كان زمان بيخافوا على مشاعر الست وبيحترموها وبيقدروها. دلوقتي بنشوف الرجال بيعلوا صوتهم على سيدات في الشارع. قول لنا، عمرك شفت راجل بيمد إيده على ست؟ وإحساسك كان إيه وقتها؟ وبنلف بنبيع بالصابون زي كده، معدي في الشارع لقيتها بيشد فيها وهي بتعيط، واخد البالك؟ عم قول لها يا استاذ، لو حتى لو كانت مرتك، اختك، قريبتك، مش لازم ان انت تمد ايدك في الشارع وتهزجها قدام الناس كلها. بركة بص عليها كده، يعني مش رجوله يعني، واخد البالك؟ هب في انت مالك ومش مالك، ومسكنا في بعض. اكيد شفت، ويوم ما اتدخلت تمام اضطريت اللي انا طلعت برضو وحش. اتلمينا انا والجيران، دخلنا لقيناه ماسك مراته بيمد ايده عليها، تمام حللنا الموضوع، طلعنا برضو ده هو واسرته. لما ارتفعنا فكينا برضو المشكله وحلناها، نزلنا طلعنا احنا برضو وحشين من نفس الاتجاه، واحد ومراته، ايه اللي دخلكم عندنا؟ تمام، بس المفروض اللي احنا نزلنا خلصنا. شفت بعيني؟ لا يعني ما شفتش بعيني قبل كده راجل بيمد ايده على واحده ست، لكن احنا بنسمع مشاكل. لكن شفت موقف شاب بيعاكس واحده كده قدام المدرسه، وطبعا احنا واقفين كتير فمش هينفع ان احنا نسكت وكده، فدخلنا وحاولنا ان احنا ايه نمنع اللي بيحصل، يعني لان دي حاجه مش في طبع الراجل ان هو يعملها. يعني شفت كان الواقعه دي كانت قدامي في المهندسين، واخويا هو اللي اتدخل فيها واتعور فيها كمان، ان لقي ناس يجي ثلاثه بيضربوا واحده ست ضرب مهين، ودخل عليهم وابتدى يحجز، ابتدوا يتخانقوا معاه هو لغايه ما عوروه هو. بس احنا مسكنا الناس اللي هي بتاعت المنطقه كلها، مسكت الناس دي وضربتهم، ويعني الحمد لله خدنا حقها. يعني النوعيه من الرجاله دي للاسف اللي اسمه راجل، واخد البالك، اللي بيهزج للي ليه، واخد البالك، لقب ان هو اسم راجل، فالرجوله واخد البالك ان انت تجري على اللي ليك، اتحادي على اللي ليك، ما تهزكش اللي ليك، ما تقلش للي ليك. احنا اتربينا ان الراجل بيكون بطبعه بيحل الامور بدماغه مش بدراعه. لو رجع بيا الزمن، لا انا هعمل اكتر من كده، لان المنظر كان مهين قوي، فلا كنت هتدخل زي اخويا ما اتدخل وتعور، وحتى لو انا اتعورت انا كمان مفيش اي مشكله، بس المهم نلحق الست دي. نصيحه لكل راجل، ما ينفعش ان هو يمد ايدي على ست عشان دي تنقص من رجولتي. اللي واحده ست ما ينفعش اصلا نمد ايدينا عليها، حتى لو جوزها نفسه ما ينفعش هو يمد ايده عليها. ايا كان خطيبتك، قريبتك، اختك، ما ينفعش ان انت تمد ايدك عليها، وحتى كمان في الشارع. يعني انا اتمنى طبعا كل واحد ومراته يبقى يعاملوا بعض بالموده والرحمه واللي امرنا بقى ربنا.
وعلشان نصلح المجتمع ونشوف أجيال جديدة عقلها شغال وعندها أصول، لازم في البداية نربيهم على يعني إيه احترام المرأة ويعني إيه حقوق قبل واجبات. وزي ما اتكلمنا في بداية حلقتنا عن المرأة وأهمية احترامها، احنا النهاردة موجودين في محافظة الإسكندرية في أحد مراكز استضافة وتوجيه المرأة، الدار تحت إشراف وزارة التضامن، واحنا موجودين النهاردة علشان ندعمها وندعم كمان جميع السيدات في كل المحافظات اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا للعنف ومش عارفين حاجة عن دار الاستضافة ودورها في دعمهم في التخلص من العنف اللي ممكن يتعرضوا ليه، حتى لو بصورة مؤقتة لغاية لما يكون في ليهم مكان آمن ويكون في حماية دائمة ليهم. هنعرف أكتر عن مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة اللي بتوفرها الدولة لحماية المرأة تحت إشراف وزارة التضامن، وإيه هي الشروط الالتحاق بيها. ومشرفنا النهاردة دكتور أحمد زكيلح رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى كامل لدعم المرأة. برحب بحضرتك يا دكتور. يا أنا طبعا باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس إدارة مصطفى كامل وجميع العاملين برحب بقناة سي بي سي في رحاب جمعية مصطفى كامل الخيرية. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك يا دكتور. عايزين ناخد جولة داخل الورش ونشوف قد إيه الورش بتدعم المرأة المصرية. وطبعا جمعية مصطفى كامل فيها أنشطة متعددة، من ضمن هذه الأنشطة اللي هو الأسر المنتجة. الأسر المنتجة دي بيتم فيها دورات تدريبية مستمرة، الخياطة أو التطريز وعمل التريكو والمشغولات، وبنخلي هذه الإدارات تخدم على مشروع مناهضة واستضافة المرأة، استضافة وحماية المرأة. المرأة اللي ملهاش بيت، ملهاش أهل، ملهاش عائل، تعرضت لعنف مجتمعي أو عنف أسري، إحنا بنقويها تماما من خلال مشروع استضافة وحماية المرأة. فبنستغل هذه الإدارات في تدريب وتمهين المرأة في هذا المكان بحيث نخليها عضو منتج وعضو عامل في المجتمع. من ضمن الأنشطة والخدمات اللي إحنا بنقدمها للمرأة بنستغل الإدارات في تدريب وتمهين وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال هذه المشاريع. إزاي بتقوموا بتدريب المرأة يا دكتور؟ طبعا احنا عندنا هنا مدربين على أعلى مستوى، فبنعمل دورات عامة لأي مرأة تحب تتدرب على الخياطة والتريكو. ومن قناة سي بي سي بأعلن عن مشروع مناهضة واستضافة المرأة على مستوى محافظة اسكندرية لكل من تتعرض لأي نوع من أنواع العنف، عنف مجتمعي، عنف أسري، أهلا وسهلا بيها، بنستقبلها وبتقعد معنا في خلال 3 لـ6 شهور حسب لائحة المشروع. وفي هذه الفترة بنعدها إعداد جيد لنجعلها عضو منتج في المجتمع ونمكنها اقتصاديا بحيث تعتمد على نفسها، ما تحتاجش لأي حد في الدعم الاقتصادي. هايل جدا. يعني أي امرأة بتتعرض للعنف في أي مكان على مستوى المحافظات كلها تقدر تتواصل معاكم من خلال الرقم الخط الساخن بتاعكم وتحلوا لها مشكلتها أو تحاولوا أنتوا تحتووها زي ما بتعملوا وتدربوها كمان على مشاريع؟ طبعا احنا بناخدها بنقويها تماما من مأكل وملبس ومشرب، رعاية اجتماعية بالكامل. في نفس الوقت كل قضاياها وكل مشاكلها القانونية بنرعاها، بتوكلوا ليها محامين بيقوموا بالدفاع عنها ويقفوا جنبها وفي ظهرها، بنساعدها ونحللها كل مشاكلها القانونية، وبنحاول نصلح من شأنها وبنحاول نصلح
العلاقة الأسرية إذا كان في تفكك أسري أو في مشاكل أسرية بنحاول بتدعموها نفسياً يا دكتور؟ من خلال محامينا ومن خلال أخصائيين نفسيين والأخصائيين الاجتماعيين بنحاول نحللها كل مشاكلها وبنرجعها إلى أسرتها سالمة غانمة، وإن لم يكن بنحاول نساعدها بعد الفترة اللي بتقضيها معنا في المشروع في بنحاول نوفر لها بتدربوها بقى على المشاريع وعلى لها عمل لو كان في فرص عمل في الجمعية شغالها في الجمعية، ما كانش من خلال المعارف الشخصية بنحاول بتشوفوا لها فرصة عمل وبتشتغل وتسوقولها من خلال السوشيال ميديا، ولو تعلم وهنا تعلمت فرصة منتجة عندها إنتاج إحنا بنساعدها في تسويق هذا المنتج من خلال منافذ البيع عندنا في جمعية مصطفى كامل. ما شاء الله بتحولوها من مرأة معنفة كانت ممكن تبقى في طريق المجهول وفي طريق الضياع بتحولوها لمرأة منتجة طب. وبنعدل سلوكها وبنخليها عضو مجتمع بدل ما هي عضو مستهلك تبقى فعال في المجتمع بالزبط. الله ما شاء الله وممكن جميل. على فكره بناخد المراه ولو معها اولاد بناخدهم لسه كنت هسال حضرتك على نقطه لو المراه مش بس هي المعنفه في اسرتها ساعات الاولاد والاطفال برضو كمان بيكونوا معنفين طبعا فانتوا اكيد بتحتووهم برضو لان اطفال بناخدها باولادها وبنوفر لهم كل سبل الرعايه الاجتماعيه رائع ما شاء الله ربنا يحفظكم يا دكتور لمصر ويعني كتر من امثال الناس اللي بتحاول انها تقدم الدور المجتمعي بجانب دور الدوله في رعايه المرأة يعني وزارة التضامن الاجتماعي بتقوم بدور كبير جدا في رعاية المرأة المعنفة معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباش بتوفر لنا كل الدعم المالي والدعم المعنوي والطاقة الإيجابية ولذلك نبذل قصارى جهدنا نكون عشان نكون عند حسن ظنها وهي بتفخر بأداء جمعية مصطفى كامل على مستوى الجمعيات في مستوى جمهورية مصر العربية وربنا يقوينا ونكون عند حسن ظن الوزيره وحسن ظن الناس المحترمه اللي شغاله معانا احنا شايفين مستوى ما شاء الله راقي جدا ونظافه عاليه المستوى ما شاء الله في المكان الحمد لله والله بفضل دعم الناس المحترمه اللي معانا والهيكل الوظيفي اللي دربناه على اعلى مستوى لهذا المشروع دكتور ورشة الأخشاب الجميلة اللي احنا فيها ديت عايزين حضرتك تكلمنا أكتر عنها ده مركز تكوين مهني من إحدى المشروعات المستندة لجمعية مصطفى كامل ومن أنجح مراكز تكوين المهني على مستوى الجامعات في اسكندرية بنقوم بجميع أعمال النجارة وضنهم سفرة أنتريه باب وشباك كل أعمال الديكور في النجارة بنقوم بها هنا وبرضه بنستغل هذا المكان لتدريب الصبية وتمهينهم في مجمع الدفاع الاجتماعي اللي هو أطفال اللي هو مسند برضو للجمعية اللي هم أطفال بلماء وأطفال الشوارع وأطفال مجهول النسب اللي عنده استعداد وبنلاقي فيه مهارات إنه هيقدر يتعلم مهنة اللي عنده مهنة الموهبة النجار. أو اللي عنده استعداد انتوا بتوجهوه بان هو يبدا يخش الورشه ويتعلم بقى شغل النجاره وبنعمل ونصرف له بدل انتقال كمان وبنشغله لحد ما يتمهن نشغله صبي وبعد كده مساعد نجار وبعد كده نجار وعاملين بروتوكول مع مؤسسات تساعد بقى الابن في حين بلوغ سن معين يقدر يخد مشروع بتساعده وبتدعمه ماليا وماديا تفتح له مشروع يمارس فيه اللي تعلمه وطبعا عندنا هنا ورشه دهانات وورشه سلوكي كمان يعني جميع اعمال النجاره متكامله من كل حاجه دول ابناء السيدات المعنفات ولا اطفال بلا مأوى يا دكتور ابناء السيدات المعنفات دول ودول دول ودول ان شاء الله هايل ما شاء الله وشايفه شغل ما شاء الله رائع يعني بتعلموهم وتدربوهم وبعد كده يبداوا يعملوا شغل الخشب احنا شايفين الشغل يا دكتور حاجه جميله معمول شبابيك ومعمول ابواب وحاجات يعني معموله بايدين ما شاء الله ناس متدربه عندنا عندنا مدربين نجار على اعلى مستوى وصناعيه يعني منتقاه على مستوى اسكندريه كلها فالشغل مشرف واي حد محتاج اي اعمال نجاره على مستوى محافظه اسكندريه جمعيه مصطفى كامل مركز التكوين المهني بترحب بيه واهلا وسهلا بيه تحت امره والشغل بيتم في اقرب وقت ممكن واعلى جوده عاليه في هذا المكان
ما شاء الله يا دكتور. بشكرك يا دكتور على الجولة الجميلة اللي حضرتك يعني كنت معنا فيها النهاردة. دكتور أحمد زكيلح رئيس جمعية المرأة المعنفة في مصطفى كامل، نورتنا وشرفتنا النهاردة في الجولة الجميلة دي. احنا شرفنا بقناة سي بي سي ومكانهم وتحت أمرهم في أي وقت، ومن خلال هذا المنبر برضو طبعا احنا بنعمل دعاية لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة على مستوى اسكندريه. عامل بروتوكول مع مديريه الامن وجميع الاقسام على مستوى اسكندريه، من خلال جمعياتنا الاهليه على مستوى اسكندريه بنادي دورات تدريب للاخصائيات الاجتماعيه على مستوى جمعيات اسكندريه والمتطوعات برضو اكيد المتطوعات. ومن خلال الاذاعه والتلفزيون والصحافه والاعلام بنعلن وننوه عن مشروع استضافة وحماية المرأة في جمعية مصطفى كامل، المشروع الوحيد على مستوى اسكندرية، بس احنا بنقبل جميع الحالات من على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، مش بس اسكندرية، جميع المحافظات انتوا بتقبلوا اي حالة بتتصل بيك وطلبة دعم من اي سيدات او اي معنفات على طول بتقبلوا. على الفور بنستجيب 24 ساعة ما شاء الله. احنا يعني دور الجمعيات الاهلية ده ضلع ثالث في الدولة بالوقوف جنب الدولة في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها دولتنا في هذه الأيام. بنحاول نوفر، بنعد صبية لسوق العمل من خلال ورشنا ومن خلال إدارتنا أو مشاريعنا المسندة لنا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتمهينهم وتمكينهم اقتصاديا للقضاء على البطالة و دعم المرأة والقضاء على البطالة وكل يعني ما شاء الله بجد التوفيق ليك ويا رب يا دكتور على طول في كل المشاريع وكل الجهود اللي بتقوموا بيها مساندة الدولة. بشكر حضرتك دكتور أحمد زكيلح رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى كامل، نورتنا النهاردة في الجولة. لا انتوا اللي نورتونا ونورتوا الجمعية كلها وسعداء بيكم. شكرك يا دكتور. اشكرك يا دكتور. شكرا. نورنا الأستاذة ليلى محمود القاضي مدير إدارة شؤون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي باسكندرية. منورانا أستاذة ليلى. أهلا بيكم وأنتم منورين اسكندرية كلها. عايزين نعرف بقى الخدمات اللي بتقدموها لإدارة المرأة بالمديرية لدعم المرأة. طبعا هو من اسم الإدارة، إدارة شؤون المرأة بتقدم خدماتها للأسرة عموما لكن للمرأة طبعا خصوصا، بتهتم بالقضايا اللي احنا عايزين نغير التفكير فيها، الموروثات القديمة والأفكار المترسخة في المجتمع عندنا. دي بتحتاج طبعا مننا توعيات ويعني على مدى طويل عشان نغير معتقد. من أهم مشروعات إدارة شؤون المرأة وجود الرائدات الاجتماعيات في معانا بتشتغل، هي اللي بتقوم بالدور التوعوي ده. متطوعين كمان معاك ومع المتخصصين؟ هم متطوعين وبيقوموا بتقوم الوزاره بتدريبهم دايما وبتحدث تدريباتهم دايما علشان يقدروا ان هم يقوموا بالتوعيه وتغيير الافكار، زي مناهضه اختان الاناث، زي العنف ضد المراه، زي زواج الاطفال والامثله على كده، حاجات كتيره جدا يعني. رفع وعي المرأة على مستوى المحافظات كلها، أنا سمعت مش اسكندرية بس، لا على مستوى المحافظات كلها. وبنتوجه كمان بالتوعية للرجل مش للمرأة بس. أيوة. لأن هو بيبقى هو شريك أساسي، صح؟ يعني دور طبعا وبيشارك شريك أساسي زي ما حضرتك قلت بالظبط. فبتقوم بالتوعية في المجالات دي معانا. من ضمن المشروعات المهمة كمان عندنا مراكز خدمة المرأة العاملة، اللي هو بيساعد المرأة العاملة أنها تأدي شغلها وبيقدم لها هو وجبات مطهية أو نص مطهية أو المجمدات أو أيا كان اللي بيقدمه، بس بتبقى بسعر معقول وفي متناول إيدها، بحيث إن هي تقدر تشتغل ويبقى عندها وجبات جاهزة لو هي ما عندهاش وقت تعمل أكل أو كده، فده معاونة ليها في بالنسبة ماديا يعني، تبقى حاجات بأسعار زهيدة تقدر إن هي تشتريها بسرعة وتسهل لها إنها تقدر تقوم بشغلها يعني، وهي مش قلقانة هتقدر تلاقي وجبة بسعر معقول إن هي
تمشي بيها امور بيتها يعني. جميل. ده بالنسبه للاكل والوجبات وكده. بالنسبه بقى لموضوع المشاريع الصغيره ودعمهم بقى، بالنسبه ان هم بيقوموا زي الاسر المنتجه وبيقوموا بعمل مشاريع وورش كتير عندك؟ طبعا الاسر المنتجه هو طبعا اداره فنيه مستقله، لكن عندهم مراكز اسر منتجه بتقدم التدريب للسيدات على الخياطه، على تريكو، على كروشيه، على اي اسرما، على حاجات كتيره بتطور من نفسها طبعا، وبيدخلوا في معارض الوزاره دايما بتقدم لهم معارض مهمه جدا على مستوى المحافظات كلها، وهي بغرض التمكين الاقتصادي. يعني بتيجي السيده بتتدرب عندهم وبتقدر بعد كده تفتح مشروع خاص بيها، وبنساعدها كمان بعد كده في التسويق والتعامل معاها وتوعيتها، توجيهها بقى لو عندها اي مشكله بتدعموها من خلال يعني نقول بتقوموا لها محامي ممكن من خلالكم برضو بيدافع عنها وعن القضية بتاعتها لو هي غير قادرة، لأن معظم الناس اللي بتلجأ لكم غير قادرين أصلا. أكيد طبعا. مركز استضافة وتوجيه المرأة هم 10 على مستوى الجمهورية، وفي زيادة يعني متجهين إن احنا نزود الأعداد الوزارة بإذن الله. المركز بيستضيف المرأة اللي تعرضت للعنف أو المعرضة للعنف، بتيجي بتطلب المشورة أو بتبقى هي تعرضت لعنف وما فيش مكان تقعد فيه. العنف ده بيبقى عن طريق الاب، الام، الزوج، الاخ، أياً الاخت، كان نوع العنف اللي بتتعرض ليه خلال الاسره بتاعتها، من خلال الاسره او من خلال اي نوع من انواع العنف، بتلجا لكم، بتلجا لان هي معرضه انها تبقى في الشارع، فده حمايه ليها. بيستقبلها المركز، بتقعد فيه. المهم ان هي تكون من ضمن شروطه بتبقى فوق ال 18 سنه، وبيستضيفها، بيطلب طبعا اوراقها الثبوتيه، وان هي طبعا بتكون خاليه من امراض، يعني تقدر تخدم نفسها يعني. بندعمها، هي بيبحثوا، بس ده جهد الحقيقه من المركز والجهاز الوظيفي بتاع المركز. أكيد. بيحاول يلاقي لها وظيفه، وبالتالي ممكن بعد كده بتشوف اوضه او حاجه صغيره تتشارك فيها مع حد تأجرها، وتبدا حياتها من جديد بعد يعني. ما تخرج من الدار، بعد ما تخرج، وبيفضل متابعها بعد ما بتخرج. هي توفيق يا رب. استاذه ليلى نورتينا النهارده في الجوله الجميله دي. ميرسي قوي، الف شكر ليكوا. ومنورنا النهارده استاذه اميره محمود، مدير مركز استضافه وتوجيه المراه بالاسكندريه. يعني عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه اكتر قصه مؤثره شفتيها هنا في الدار؟ اولا برحب بيكم. وهو المركز طبعا عدى عليه حالات كتير جدا، بس طبعا في حالات بتعلم في المركز، اولا لصعوبتها، ثانيا لنجاحها وللشغل اللي اتعمل معاها. كانت اصعب حاله مستفيده، تاني يوم الزواج زوجها ولع فيها، حرقها بالسبيرتو، نظرا لخلاف بسيط جدا مين يعمل شاي. تاني يوم الزواج على طول، تاني يوم الزواج على طول، وتوجهت للمركز. طبعا كانت نسبه حرقها 70%، وسبحان الله يعني كانت من الحالات اللي هي عاشت، فالمركز الحمد لله قدر يساعدها ان هي تطلع اوراق ثبوتيه، لان هي كانت بنات احدى دور الرعايه الاجتماعيه. من محافظه ايه هي؟ يعني كانت احدى بنات دور الرعايه الاجتماعيه اللي مش معروف في المكان اللي اتولدت فيه قوي، فطبعا ان احنا نطلع لها اوراق ثبوتيه موضوع صعب قوي قوي. يعني هو ده دور المركز. كانت حاله طبعا صعبه جدا، ان احنا عملنا لها عمليات ترقيه، 7 عمليات ترقيه، كانت بمساعده المركز وبمساعده الجمعيه، وطلعنا لها اوراق ثبوتيه. وهي في نص الطريق اكتشفنا ان هي عندها كانسر ثدي، وكان لازم نعمل لها علاج على نفقه الدوله. طبعا ما حدش يقدر ينكر ابدا دور الجمعيه معاها، ودور المديريه، ودور الوزاره في ان هم مدوا لها فتره اقامه لحد ما تعافت وتزوجت كمان. الله، فدي كانت من ضمن الحالات جدا اللي احنا اتعافت بيها بعد كده، وقدرت انها تكمل حياتها طبيعي. ده يعني نموذج من ضمن الحالات الناجحه في المركز، لكن المركز بيقابل حالات صعبه كتير جدا، مواضيع خطيره، بس الحمد لله نظرا للتشبيكات اللي احنا عاملينها سواء مع مديريه الامن او مع الصحه بفضل الجمعيه الحمد لله والمديريه، بنقدر ان احنا نتوصل لحل مشكله المستفيدات في وقت قصير جدا. الله ما شاء الله عليك، ويا رب كلنا نشارك معاكم كده في دوركم المجتمعي الجميل اللي انتم بتقوموا بيه، واحنا لينا دور كمان، بيقع علينا دور مجتمعي كبير.
فاحنا عايزين النهارده من اسره سي بي سي واسره برنامج هبه مصريه نقدم لكم هديه بسيطه. انا شاكره ليكم جدا وشاكره لدعمكم وشاكره ان انتم نورتونا وعملتوا يعني ضوء كده على المركز وعلى خدماته، وفعلا الحاجات دي في مستفيدات عندنا محتاجينها جدا، خاصه ان هم تمكنوا بوظائف ودلوقتي في اخر مرحله ان هو بقى هيتوفر لهم شقق ويطلعوا يمارسوا حياتهم الطبيعيه بره هم وأولادهم. هو المركز كمان اي حد بيسمعنا يساعد السيدات ديت ان هو يدعمهم، اتمنى خاصه ان المركز معلن عنه جدا وفي كمان ارقام للتواصل سواء للمشوره او للحضور الفعلي، اتمنى ان الكل يساعد ويجي يشوف المركز على ارض الواقع. ولما المحنة تتحول لمنحة ولما الألم يتحول لأمل، سيدات مصريات اتحولوا من معنفات ومن ناس مقهورين لناس منتجين من خلال الدولة، من خلال المساندة، من خلال الدعم، وإحنا كمان علينا دور مجتمعي مهم. قد إيه حاجات جميلة أنا قدرت إن أنا أشتري منها شخصياً، لأن عجبني جداً شغل الأسر المنتجة من السيدات ومن الولاد والبنات وكل الناس اللي مشاركة هنا. هو لازم لينا دور مجتمعي مهم، وعشان نحافظ على الخصوصية للسيدات اللي موجودين هنا في الدار مرضناش إن إحنا نسجل معاهم كأسرة برنامج هبة مصرية، يعني حفاظاً على الحياة الشخصية، ما نحبش إن حد يسمع عنهم حاجة ويتأذوا أو ينضروا، بنحافظ على خصوصيتهم. واستنونا في جولة جديدة في هبة مصرية.